الحلقة التاسعة من مجلة سبارك وبتحكي عن إنه بقدر أختار إنه أحب. إحنا بنعيش في عالم خلى الكراهية والانقسام أمر طبيعي. حقيقة زي ما بيقول الكتاب المقدس إن العالم قد وضع في الشرير، عالم فيه الناس بتعرف كيف تأذي الآخرين بشكل متكرر وبطرق مختلفة، بيستخدموا فيها كل الطرق الممكنة لإذاء وتجريح وإهانة بعضهم البعض بدون حتى ما يفكروا في العواقب. ولعل أكثر الطرق والوسائل اللي بيستخدمها الناس هلأ في نشر الكراهية والشر هي الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. في هذا العالم المسكين محتاجين إحنا كمسيحيين إنه نقدم للعالم طريقة مختلفة للعيش، ألا وهي طريقة يسوع. الكتاب المقدس بيخبرنا إنه لما أخطأت البشرية وسقطت في الجنة لم نفقد قدرتنا على التفكير المنطقي، لكننا فقدنا قدرتنا على التفكير الأخلاقي. فبدل من أنه نستخدم التكنولوجيا والموارد البشرية والقدرات الكامنة في البشر لصنع الخير ولتمجيد الله، بدأنا نستخدمها للتعبير عن الكراهية والغضب والحقد والمرارة والسيطرة والهيمنة. لما بنتطلع للقدرات العظيمة للبشر ونقارنها بالعالم اللي خلقناه إحنا بالفعل، منشوف إنه كلمات بولس في رومية 7:15-20 صحيحة بشكل مأساوي. لأني لست أعرف ما أنا أفعله، إذ لست أفعل ما أريده بل ما أبغضه فإياه أفعل. فإن كنت أفعل ما لست أريده فإني أصادق الناموس أنه حسن. فالآن لست بعد أفعل ذلك أنا بل الخطية الساكنة فيا، فإني أعلم أنه ليس ساكن فيا أي في جسدي شيء صالح، لأن الإرادة حاضرة عندي، وأما أن أفعل الحسنى فلست أجد، لأني لست أفعل الصالح الذي أريده بل الشر الذي لست أريده فإياه أفعل. فإن كنت ما لست أريده إياه أفعل فلست بعد أفعله أنا بل الخطية الساكنة فيي. مع أنه من الممكن أنه يختار الإنسان أنه يعمل الخير وكل ما هو صالح في التقدم والتكنولوجيا، لكن للأسف اختار أنه يستخدمها للتدمير والإزعاج والشر والعنف. فقبل ما نعرف المسيح أو نقبل هدية الله إلنا، كان من الصعب جداً أنه نختار أنه نعيش الحياة الصالحة وأنه نحب بالطريقة اللي بده إيانا الله نحب فيها. ولكن بعد ما عرفنا المسيح ودخل لحياتنا وقبلنا اللي عمله المسيح لأجلنا وصدقنا وحطينا ثقتنا فيه وقبلناه بالإيمان، غير حياتنا وأعطانا قلب جديد وطبيعة جديدة عشان نقدر نعيش بطريقة مختلفة ونعيش فكر المسيح، ونقدر إنه نحب وإنه نعمل الأعمال الصالحة ونحيا الأحياء الصالحة بقوة الروح القدس. فإحنا اللي عرفنا يسوع بنحتاج إنه نتعلم إنه نعيش يسوع. في هذه الحقيقة منقدم إنه نعم منقدر إنه نختار إنه نحب وإنه نعيش الحياة اللي بده إيانا الله إنه نعيشها. النبي ميخا أعطى تلخيص واضح وموجز للكيفية اللي بده إيانا الله إنه نعيشها في الإصحاح 6:8، بيقول: قد أخبرك أيها الإنسان ما هو صالح وماذا يطلبه منك الرب، إلا أن تصنع الحق وتحب الرحمة وتسلك متواضعا مع إلهك. لكن خلينا نتطلع على الوصايا العشر، كيف إنه كلها بتحثنا على إنه نعيش حياة صالحة وحياة ممتلئة، وبنقدر إنه نعيش المستوى اللي تكلم عنه الرب يسوع المسيح في متى في الموعظة على الجبل، وبالتحديد في التطويبات اللي تدعونا إنه نحب وإنه نطلع برا ذواتنا وإنه نكون مميزين ومختلفين. هناك
بقدم لنا كيف لازم إنه نعيش. لازم نعيش متواضعين في علاقتنا مع الله ومع الآخرين، ونكون صانعي سلام، ونعيش أمناء لله ولتعليمه. وكمان لازم نكون ملح ونور، الملح اللي بيحمي وبيحفظ من الفساد، يعني نتصرف كعوامل حافظة في العالم. والملح مش بس بيحفظ، لكن كمان بملح وبيعطي طعم حلو للأكل، يعني نخلي المكان اللي احنا متواجدين فيه أحلى وأفضل. وكمان الملح بيشفي مع إنه يوجع. وبصفتنا نور، والنور بينير بدون ما يتكلم، وبهيك بنختار الحب وبينتصر الحب على الكراهية والخصام، وبنكون دايما مستعدين إنه نشجع الناس إنه يكونوا أحرار من الخطية حتى يطيعوا الله بقوة الروح القدس، وإنه يظهروا الحب للعالم في طريقة عيشتهم وإعلان عمل الله الفدائي للعالم. وهو الألف والياء، البداية والنهاية.